يرجع سوريا يا الحرير، قل يا شلف افتح ابوابك، قل يا شلف افتح ابوابك ويشوك يا اغلى احبابك، ويشوك يا اغلى احبابك، ويا الامير لم يرتاح، ويا الامير لم يرتاح، وابنك في وسط كفاح، ولا اله الا الله، ولا اله الا الله، والشهيد حبيب الله، ولا اله الا الله، وبشر يا عدو الله، ويا عشاء الشهداء، ويا عشاء الشهداء، ارفعوا ليها الايادات، ويبروك الاسلامات، بالروح بالدم ما فيك يا شهيد، بالروح يا عشاء الشهداء، يا عشاء الشهداء، ارفعوا لي الايادة، ارفعوا لي الايادة، تصوروا يا كل اسلادة، تصوروا يا كل اسلادة، لبيك 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 يا الله، لبيك لبيك ويا عشاء الشهداء، يا عشاء الشهداء، ارفعوا لي الايادة، ارفعوا لي الايادة، مكسوريات الاسلحة، مكسوريات الاسلحة، على الجنة والحين شهداء بالملايين، على الجنة ويا عشاء الشهداء، ويا عشاء الشهداء، ونصاب يا شباب، ويا عشاء الشهداء، ويا عشاء الشهداء، ارفعوا لفوق الايادة، ارفعوا لفوق الايادة، وسوريا كلها اطلاقة، سوريا كلها اطلاقة، لبيك 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 يا الله، لبيك 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 يا الله، لك نمر شهيد ومامات، لك نمر شهيد ومامات، ظهري دلي البنات، ظهري دلي البنات، خادمات وحوريات، خادمات وحوريات، بإذن الله على الجنة، بإذن الله على الجنة، جنة جنة جنة، والله يا وطنة لقد نفرح وزيادة، لقد نفرح وزيادة، نمرنا للشهادة، لقد نفرح وزيادة، نمرنا للشهادة، نمر يا نعم القادة، نمر يا نعم القادة، على دربك نمشي كلنا. يا بتراب الطيب، لك يا برد سامحينا، لك يا برد سامحينا، وحقك علينا، انت منا وإلينا، انت منا وإلينا، دار جبار عملنا، دار جبار عملنا، جنة جنة جنة، الله يا وطننا،
وفي لا يفوق وفي لا يفوق على حد النبي يا شباب. على الجنة رايحين شهداء بالملايين، على الجنة رايحين شهداء بالملايين، على الجنة رايحين شهداء بالملايين، على الجنة يا يبر التحية رجالك، يا يبر التحية رجالك، لك الله يلعن خوانك، لك الله يلعن خوانك، لك خوانك مو من عنا، لك خوانك مو من عنا، لك خافوا الله يا عرب، لك خافوا الله يا عرب. شباب وين صوت الابطال؟ وين صوت الابطال؟ لك خافوا الله يا عرب، لك شهدانا كل يوم تزداد، الا واعلنا الجهاد، شهدانا كل يوم تزداد، الا واعلنا الجهاد، دمروا كل البلاد، عملوا خطة حربية، خافوا الله يا عرب، لك خافوا الله يا عرب، لك شهدانا كل يوم تزداد، اما واعلنا الجهاد، شهدانا كل يوم تزداد، اما واعلنا الجهاد، دمروا كل البلاد، عملوا خطة حربية، خافوا الله يا عرب، لك خافوا الله يا عرب، لك نحن اهل يبرودية، طلعنا النادي حرية، نحن اهل يبرودية، طلعنا النادي حرية، ضربونا بالطيارة، قصفوا مدفعية، خافوا الله يا عرب، لك خافوا الله يا عرب، شهدانا كل يوم تزداد، صرنا واعلنا الجهاد، شهدانا كل يوم تزداد، صرنا واعلنا الجهاد، دمروا كل البلاد، عملوا خطة حربية، خافوا الله يا عرب، خافوا الله يا عرب، وفكروا لا راح بنخاف، انك لا عالك باب، صرنا النادي بالعباد، حرية حرية، خافوا الله يا عرب، خافوا الله يا عرب، لكن احنا حية برودية، كان النادي حرية، نحن حية برودية، كان النادي حرية، ردوا علينا طيارات، قصائف صاروخية، خافوا الله يا عرب، خافوا الله يا عرب، لكن احنا اهل الحضارة، انكسوا يبردوا ارى، نحن اهل الحضارة، انكسوا يبردوا ارى، نابك يا اغلى جارة، شفتهم على الحرية، حرية حرية، سلمية سلمية، خافوا الله يا عرب، لك خافوا الله يا عرب، لك فكروا ما راح من خاف، اما طلعنا على كتاب، فكروا ما راح من خاف، اما طلعنا على كتاب، صرنا النادي بالهتاف، حرية حرية، خافوا الله يا عرب، لك خافوا الله يا عرب، شباب، الساد اليمين، الساد اليمين لفوق، بالروح بالدم نفديك يا شاهي، 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 ولا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا تبع عدو الله، ولا تبع عدو الله، ولا اله الا الله، لا اله الا الله، والشهيد حبيب الله، والشهيد حبيب الله، وعلي الصوت، علي الصوت، علي الصوت، علي الصوت، وعلي الصوت، علي الصوت، علي الصوت، علي الصوت، ويا برودي ما يهاب الموت، برودي ما يهاب الموت، ويا برودي ما يهاب الموت، برودي ما يهاب الموت، رحم الله من هلل وكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر، الله اكبر، ولله الحمد، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر، الله اكبر،
ولله الحب. ويا الله من لا غيرك يا الله. اللي جالنا فوق يا شباب احب الدبي اللي جالنا فوق. ويا الله من لا غيرك يا الله. يا الله من لا غيرك يا الله. يا الله الشعب اهدى يا الله. يا الله الشعب اهدى يا الله. يا الله قصفنا يا الله. يا عرب خاطبنا الله يا عرب. يا عرب خذلتونا يا عرب. وين الاسلام والله عرب. يفوز الهدية يفوز الحرية. ان شاء الله شهيد الحرية شهيدنا الغالي. بسمع الكف الكف يا شهيدنا البطل شهيدنا العريس. اسمع الصوت بدي صوت كل ازالة العرش بشار. حي الشهيد وحي بطل الاجابة. حي الشهيد حي الشهيد وحي بطل الاجابة. حي العريس وحي بطل الاجابة. حي العريس وحي بطل الاجابة. يلعن بشار ويلعن بطل الاجابة. يلعن بشار ويلعن بطل الاجابة. يلعن بهار ويلعن بطل الاجابة. حي العريس وحي بطل الإجابة. حي العريس وحي بطل الإجابة. حي الشهيد وحي بطل الإجابة. حي الشهيد وحي بطل الإجابة. ويا شهيد ولا مرتاح. ويا عريس ولا مرتاح. بعد برد شوي. أولا نكمل كفاح. أولا نواصل كفاح. أولا نامير محمد هنا. أولا نامير محمد هنا. يتهم بنار وأنت بجنة. يتهم بنار وأنت بجنة. أولا نامير محمد هنا. يتهم بنار وأنت بجنة. وتهز كفك هز وهز. وهز كفك هز وهز. وشاهدينا كل عز. وتهز كفك هز وهز. وشاهدينا كل عز. ولا اله الا الله. ولا اله الا الله. هو القاتل عدو. شهداء بالملايين. جينا فوق شباب جينا فوق لفوق على حب الشهيد لفوق لفوق ماني شايفه لفوق. ويا الله من لا غيرك يا الله. يا الله قصفونا يا الله. يا الله هد العسد يا الله. يا الله حتى نفرك يا الله. يا الله حتى نفرك يا الله. ويا الله تحمي يبرد يا الله. يا الله تحمي يبرد يا الله. يا الله حتى نفرك يا الله. يا الله حتى نفرك يا الله. حب العدد يا الله. يا الله لك يا حموت حنا معك إلى الموت. لك يا حموت حنا معك إلى الموت. لك يا أجلب حنا معك إلى الموت. لك يا بشار يبرد ما في هذا الموت. يا بشار يبرد ما
شمنا حنا معاك الى الموت مثل حلب حنا معاك الى الموت مثل يا بشار يبرد ما في هذا الموت مثل يا دوما حنا معاك الى الموت مثل حارس حنا معاك الى الموت مثل يا نباك حنا معاك الى الموت ام الشهيد ما من في عاب التهب دم الشهيد ما من بيعه بالذهب عاشت سوريا ولعن بشار الاسد عاشت سوريا ولعن بشار الاسد هكاك بدنا ويخسر هكاك بدنا ويخسر وما فيك شارب ليش هاي كهربا ما عم يخلي مسدع جاي الجاي
قوافل وشهدانا قوافل وهزمنا جبال ثم نركع للكافل ومن هابك بشار ويا حمص العادية يا حمص العادية سيدي خالد فيكي سلام ومسيحية فرواحينا نبديكي ثورة ثورة سورية يا شباب حب النبي الفاتحة روح الشهيد بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين حي الشهيد وحي البطل الإجابة حي الشهيد وحي البطل الإجابة يلعن بشار ويلعن بطل الإجابة يلعى البشار ويلعى البطل الإجابة لك يا شهيد نمرتاح لك يا شهيد نمرتاح ومنخ بيك في الكفاح عالجنة رايحين شهداء بالملايين وليه لك ميالك يا شهيد ميالك 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 يا شهيد ميالك كل العالم بيحبك بيقولك ويحيك كل العالم بيحبك بيقولك ويحيك رفع راس العابد انت عريس بلادك يا شاهد الحرية اسمك احلى غنية يا شاهد الحرية اسمك احلى غنية يا رايك رجولية طلعنا النادي كرمالك ابو حفص لا اله الا الله لا اله الا الله والشاهد حبيب الله والشاهد حبيب الله ويا شاهد ويا عارف ويا شاهد ويا عارف ودمك ما بيروح رخيص ودمك ما بيروح رخيص وهيك بدنا وهيك صار وهيك بدنا وهيك صار ويا محلى الاخذ بالدار ويا محلى الاخذ بالدار ومن ماهر ومن بشار يبرد الابية شباب اسمع الشهادة اللي فوق الكل الكل على حب الرسول الكل يشاركنا الكل بصوت الابطال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك الله اكبر الله اكبر الله اكبر
كفك الجواز اجهز كفك الجواز وشاهدي لك الوحز اجهز كفك على الصوت ويبرد لما هذا الموت وحد كفك صيح وكبر وبنى سوريا محرر جهز كفك بالسهر ويلعن بشار وماهر ويلعن بشار وماهر ابو حافظ يلعن روحك ابو حافظ يلعن روحك ابو حافظ يلعن روحك وهي ويلا وما نرتاح الا لله وهي ويلا فدار الشهيد بسم الله الرحمن الرحيم شهيد يا بالله وكبر عليهم يا ابن بلاده يا ابن بلاده لك زلزل عرش الشبيحة هلا عادي هلا عادي وقتل واني خلي شراد ولادي ولادي ولتك من زلزل عرش بشار وين خاسين خاسين يا رب انصرنا عليهم يا جبار يا جبار وقصف المآذن علينا وهدم الدار هدم الدار وحرق المصحف وين الاسلم يا للعار يا للعار وحرق المصحف وين الاسلم يا للعار يا للعار وكبر عليهم يا ابن بلادي يا ابن بلادي وزلزل عرش الشبيحة هلا عادي هلا عادي وقتلوا امي خي شراد ولادي ولادي وقتلوا امي خي شراد ولادي ولادي الوان الشاهد حلمي يما بشهاده بشهاده الوان الشاهد حلمي يما بشهاده بشهاده وان جيتك يما مستشهد زاغرده زاغرده وامانه سيره وعادر بي يا اخواني يا اخواني وامانة سيرة وعادر بي يا اخواني يا اخواني وعلى الاطار كل شب فينا مثل الوردة مثل الوردة وعلى الاطار كل شب فينا مثل الوردة مثل الوردة قولوا لي يخاف من الله حرام عليه حرام عليه وشاري يوم عند ربي وقف بين ايدي بين ايدي تجاري يوم عند ربي وقف بين ايدي بين ايدي كبر عليهم يا الله يا ابن بلادي يا ابن بلادي زلزل عرش الشبيحة هلها عادي هلها عادي وانا الشاهد حلمي يما بشهادي بشهادي لا اله الا الله والشاهد حبيب الله والشاهد حبيب الله ولا اله الا الله لا اله الا الله وبشر يا عدو الله بشر يا عدو الله يا عشاء الشهادة يا عشاء الشهادة يا عشاء الشهادة ارفعوا لي على اياده ارفعوا لي على اياده تكسير لي ياكل عكاده لبيك 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 يا الله لبيك لبيك يا الله لبيك 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 يا الله قعدنا للابد سيدنا محمد قعدنا للابد سيدنا محمد قعدنا للابد سيدنا محمد يا عشاء الشهاده
يا عشاء الشهادة وارفعوا لي على الأعياد العدادة بالروح بالدم نفيك يا شهيد يا فوز نبي شهيدنا بدنا نزفه قبل ما ياخذ نصلي عليه شهيدنا بدنا نزفه هلا نعمل دائرة شباب ونزف شهيدنا هلا قرب قرب الله أكبر شهيد شباب على حب النبي على حب النبي اعملوا دائرة يا شباب بس هنزف الشهيد يا شباب على حب النبي لبيك لبيك ارجع بحسين ارجع 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 جاء جاء يا عمي جاء جاء كمان جاء جاء يا عمي يا برود يا بيه خلينا عم نزف شهيدنا شهيد يا رايح رايح على الجنة والناس رجاله جايه بعون الله شهيدنا رايح رايح على الجنة والناس رجاله جايه بعون الله شهيدنا رايح رايح على الجنة والناس رجاله شباب بشرفكم لحد النبي يا سلمة والله عظيمة بتعجب صادق ليز الدنيا يا نميرنا مرتاح يا نميرنا مرتاح أيضا الله للواصل كفاح والله للواصل كفاح يا نميرنا مرتاح يا نميرنا مرتاح أيضا الله للواصل كفاح والله للواصل كفاح أيضا نفتاح أبوابك يا جن نفتاح أبوابك يا جن نفتاح أبوابك يا أغلى أحبابك جايك يا ابن احبابك يا لا اله الا الله والشاهد حبيب الله وكبار عن اركع ما راح نركع وكبار عن اركع ما راح نركع وقال لا الله ما راح نركع وقال لا الله ما راح نركع ولا تراجع الاستسلام ولا تراجع الاستسلام او حتى اعظم النظام بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحق بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء الكلمة الآن للشيخ حسان الخطيب فليتفضل مشكورا
بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. بداية أتقدم بالشكر الجزيل نيابة عن آل الفقيد لحضوركم ولمؤازرتكم هذا الجمع الكبير في مصابنا الجلل. كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى هؤلاء الشباب الأبطال الذين يوصلون صوت الحقيقة إلى العالم الخارجي الميت، وأقول الميت لأنه ميت القلب، فإذا مات القلب فلا فائدة من الجسد. يرون المجازر بأم أعينهم كل يوم بالمئات وهم صامتون لا يتكلمون وكأنهم يتفرجون على فيلم سينما. لقد مات الضمير العالمي بأسره. لقد مات نمير الباشا، لقد مات نمير شهيدا عند الله سبحانه وتعالى جسده. ما موضع سنتيمتر واحد إلا وفيه صدمة كهربائية أو ضربة بعصات. لقد كسروا يده في داخل السجن ومن دون تضميد، من دون تجبير، وبقي حتى لقي هذه الشهادة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في أعلى عليين. أيها الإخوة المؤمنون، أهالي يبرو جميعا يقولون ما سطر التاريخ نظاما أجرم من هذا النظام. أهالي يبرو جميعا، لأن أحد الشبيحة الإعلاميين يقول على بعض شاشات العهر يبرود 60,000 إرهابي. يقول يبرود 60,000 إرهابي. نحن الإسلام والمسيحيين 60,000 إرهابي، ونحن نفخر بذلك أن نكون من أهل الإرهاب إذا كان الإرهاب إلقاء كلمة الحق عند سلطان جائر. هذا أفضل الجهاد، كلمة حق عند سلطان جائر. الكثير من الناس يقولون ما سطر التاريخ نظاما أجرم من هذا النظام، ولكني قرأت كتاب ربي عز وجل فوجدت مثالا ينطبق على هذا النظام. قال سبحانه: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق. وقد يسأل سائل: وهل هناك استكبار بحق واستكبار بغير حق؟ الاستكبار أيها الإخوة كله بغير حق، التعذيب في السجون كله بغير حق. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. أليس هذا منطق النظام اليوم؟ من أشد منا قوة؟ من يستطيع أن يقف في وجهنا ونحن معنا الطائرات ومعنا الدبابات ومعنا؟ ونسوا حقيقة هامة: من الذي أعطاهم هذه القوة؟ من الذي أعطاهم هذه القوة؟ فهو القادر على أن ينزع هذه القوة في الوقت الذي يشاء وفي الساعة التي يشاء. يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير، إنه على كل شيء قدير.
يقول سبحانه: فأرسلنا عليهم شيئا لم يتوقعونه، هم توقعوا أن يؤتوا من قبل قوتهم وصواريخ ورجمات وطيران، توقعوا أن يؤتوا من قبل قوتهم، ولكن الله عز وجل آتاهم من حيث لم يحتسبوا. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أخزى، ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. فقيدنا الغالي دمه في رقاب الجواسيس الذين باعوا ضمائرهم بحفنة من الدنيا، باعوا دينهم بعرض من الدنيا قليل. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهذا النظام المجرم فإنه لا يعجزك، عليك بهم جميعا فإنهم لا يعجزونك. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم أقلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم أطفئ نيرانهم، اللهم أطفئ نيرانهم، اللهم أطفئ نيرانهم. اللهم أرسل عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أحسن خلاص المسجونين من المسلمين، اللهم أحسن خلاص المسجونين من المسلمين. اللهم إنا نستودعك إخواننا المجاهدين في سبيلك، اللهم فاحرسهم بعنايتك واكلأهم برعايتك، وثبتنا وإياهم على الحق والدين برحمة منك يا أرحم الراحمين. ولا نقول إلا ما يرضي الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، وعدنا على فراقك يا أبا عبد لمحزونون. والكلمة الآن كلمة آل الفقيد مع الشيخ زياد الباشا، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. إخواني، أعزيكم وأعزي نفسي بهذا المصاب الجلل، ولكن لا نقول إلا ما يرضي الله، وكما علمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول عند المصيبة: الحمد لله وإنا لله وإنا إليه راجعون. وإخواني، نقول في حق أخونا الغالي أبو عبده، النبي صلى الله عليه وسلم مرة من المرات سأل الصحابة الكرام: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله، يعني الذي جاهد في المعركة وقتل في سبيل الله فهو الشهيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شهداء أمتي لقليل. قال: القتل في سبيل الله شهيد، والموت في سبيل الله شهيد، والمبطون شهيد، والمطعون شهيد، والغرق شهيد، صلى الله عليه وسلم. وأحسب يا إخواني أن أخونا أبو عبد نال ثلاثة من هؤلاء، أنه مات قتلا في سبيل الله، وأنه مات في سبيل الله، قتل في سبيل الله ومات في سبيل الله، ومات مبطون. المبطون يعني اللي وجع بطنه أو صار شيء معه عندما خرج الشهيد من المعتقل، كان لا يستطيع أن يتكلم كلمتين وينتظر، يقول لي: عم مهلك، بس بطني عم جهني. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ولا أقول لكم إخواني ما تكلم،
ما تكلم من الكثير الكثير إلا شيئين، ترك في آخر أيامه 30 يوما بدون طعام. 30 يوما بدون طعام، أي إجرام هذا؟ 30 يوما بدون طعام يا إخوة الإيمان، هل يعقل هذا في البشر، في الوحوش؟ أي منطق هذا يقبله أي عقل في الدنيا؟ ماذا نقول؟ ولكن مع هذا إخواني، نحن لا نستبشر بأحد إلا بكلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا أن للشهيد عند الله خصال لا ينالها إلا الشهيد، منها أنه يغفر له عند خروج أول دفعة دم منه، يغفر له ذنبه، ومنها أنه يرى مقعده من النار، يرى مقعده من الجنة، ومنها أنه يلبس تاج الوقار، الجوهرة فيه أكبر من الدنيا وتضيء الدنيا. والأعظم من ذلك إخواني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يزوج الشهيد 72 من الحور العين، فزغردوا يا حرائر يا برود لهذا العريس، زغردنا يا نساء يا برود لهذا العريس. وأقول لأهل الفقيد، لابنه ولزوجته ولأخويه: ارفعوا رأسكم كما يقول الشباب أبو الشهيد ارفع رأسك، وأنتم الآن ارفعوا رؤوسكم للعالي. وأقول لعمي أبو عمر أبو الشهيد رحمه الله: ارفع رأسك يا عمي في معسكر الأموات، فقد بات لك شهيدا عند الله سبحانه وتعالى. ومن عطاء الشهيد ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يشفع 70 من أهل بيته، يشفع 70 من أهل بيته، يشفع 70 من أهل بيته. هذا نكاية في الظالمين، هذا نكاية في الظالمين. ونقول أخيرا إخواني، حتى لا نطيل عليكم، كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم عليه 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا وجبت له الجنة، إلا وجبت له الجنة. فهنيئا لهذا الشهيد الجنة، وهنيئا لأهل يبرود هذا الشهيد، وهنيئا لآل الباشا أول شهيد منهم. هنيئا لكم يا آل الباشا، ارفعوا رؤوسكم للعالي، ارفعوا رؤوسكم للعالي، ارفعوا رؤوسكم للعالي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. إن العين لتدمع، وإن القلب ليخشع، وإن لفراقك يا شهيدنا لمحزونون. أتدرون أول شهيد في الإسلام؟ إنها امرأة، سمية أم عمار بن ياسر، التي طعنها أبو جهل اللعين في فرجها بالرمح. والشهيد الثاني ياسر زوج سمية، والشهيد الثالث والمعذب الثالث هو عمار بن ياسر. وهذا درس لكل معتقل الذي كان يطرح كما يطرح بلال في شدة الحر على الحصباء، وتوضع الصخرة على صدره ليرجع عن دين محمد. صلوا على سيدنا محمد، قائلنا للأبد سيدنا محمد. فما يزيد على أن يقول أحد أحد
وأنتم أيها المظلومون أيها المعتقلون الذين مر على اعتقالكم 8 أشهر بدون أي جريرة ولا أي ذنب ظلما وعدوانا، فاثبتوا، فإما الشهادة وإما النصر. إخوتي في الله، قال أخي الشيخ حسان لقد مات الضمير العالمي. إذا مات الضمير العالمي فإن الله حي لا يموت. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن الشهيد يطلب منكم أن تسامحوا الشهيد. بالعكس يا أخي يا بني، هو فليسامحنا إذا قصرنا في حقه. هو سيكون شفيعا لك، لزوجه، لإخوته، لوالدته، لمن حوله كما تفضل الشيخ. هو الذي يشفع، يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. فالشهيد شافع، لذلك لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. الصلاة تكون على ميت لا على حي. وإن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى على أحد يحد إطلاقا، ما صلى على الشهداء، وإنما دفنوا في ثيابهم في دمائهم، يخرج يوم القيامة اللون لون الدم والريح روح المسك. فهنيئا لشهيدنا ولكل شهيد، ونسأل الله تعالى أن يمكننا أن نأخذ بحق إن شاء الله عز وجل، وأن يكشف عنا هذه الغمة وأن تطهر هذه الأمة. أبشروا بنصر قريب يا أخوة الإيمان، فإن الله لا يغفل لحظة واحدة عن الظالم. الله تعالى ينتقم من الظالم، ولكن صبر آل ياسر فإن معلكم الجنة. صبرا على الباشا على يبرود على الشهداء فإن معلكم الجنة إن شاء الله. وإلى الصلاة على الشهيد يصلي عليه قريب الشيخ زياد الباشا، فليتفضل. قلت له أبو عبد الباشا ومتكفل، إذا حد له علاقة مادية مع المرحوم الشهيد محمد عبد رؤوف الباشا، طالوا خلي يشوفوك. هذا الكفيل عن مرحوم الشهيد، أي إنسان له أي علاقة مادية عطاء أو أخذا دينا أو غير ذلك فليراجع هذا الرجل. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان مفني الأمم، سبحان من لا تأخذه على فناء خلقه ندم. الصلاة على هذا الشهيد أثابكم الله، رجل معكم من أهل الجنة إن شاء الله يرحمه ويرحمنا الله. استوي للصلاة يرحمني ويرحمكم الله. الله 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
علي ما بسيارة. علي أبو.